أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أما بعد موته لا، ما يتوسل بدعاء الميت. الميت لا يملك الدعاء ولا يستطيع يدعو، لا الرسل ولا غيرهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله ومنه الدعاء. ولم يرد أن الصحابة وهم أحرص على الخير وأعلم الأمة أنهم يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا لنا، استغفر لنا، أو يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. نعم.